لازم شاط لازم 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 محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة قوية. الله الله يا مروي الله يا مروي. بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتاني الحارس صالح خطا جول. بشار الجول الوايل سليمان الشباب وكرة من فراج حطها. حبتنا في كل مكان ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. كثير من الطلبات على مجموعة من الأهداف، ربما حقبة الثمانينات تحديدا هي أكثر من يطلبها المشاهدين، هذه الحقبة الذهبية أو المرحلة الذهبية للكرة الكويتية وحتى على مستوى الدوري، ونحرص من خلال البرنامج أن نلبي طلباتكم بإذن الله تعالى، وفي الحلقات دائما الحلقة هذه والحلقات القادمة إن شاء الله. بعد الفاصل نبدأ المشوار. في 10/2 عام 2007 في بطولة الدوري العام لكرة القدم لعب الكويت والسالمية. وتلاحظون دائما لما نسترجع كثير من المباريات في حلقات متعددة ما يسقط اسم بشار عبد الله في تسجيل أهداف السالمية أو جاسم الهويدي تحت، اثنينهم كانوا لاعبين هدافين مميزين. لذلك لا قرابة أن يكون الهدف باسم بشار عبد الله. نشاهد الهدف معنا. سيرجيو بريتشي جراح بريتشي عبد الله يلعبها الى سيرجيو العرضيه بشار سطر ركله جزاء. ركله ولا هن شوف بشار بليد يعقوب الطاهر بإيده يعقوب شوف إيده وركلة جزاء سالمية بشار عبد الله اللي تسبب فيها بشار عبد الله حط جول. بشار عبد الله في الدقيقة 23 هدف أول شوف بشار لعبها بثقة قوية الحقيقة الكرة هدف أول من ركلة جزاء بشار عبد الله. في 10/2 عام 2007 حقق فريق القادسية ثلاثية في مرمى النادي العربي. ودائما هذه اللقاءات العربي والقادسية دائما هي لقاءات مميزة، ومثل ما حكيت في أكثر من حلقة كان مع نادي القادسية لاعب العماني محمد مبارك وكان من اللاعبين المميزين. دائما مباريات القادسية والعربي على مر تاريخ الكرة الكويتية منذ الستينات كانت مباريات مميزة، كان لها حضور الجماهيري الإعلامي، ربما خلال السنوات الأخيرة لم تعد كما كانت في السابق، ولكن بشكل عام تبقى لقاءين عملاقين فريقين كبيرين يعني لهم حضور ولهم مميزين دائما في مستواهم. دعونا نشاهد فوز القادسية.
للعربي حسين غريب، خلف خالد إلى شراق، خالد خلف في راس، نقلتين حلوين بالجول، الله العربي الأفضل يحط له هدف مبكر على القادسية في الدقيقة 5 وحتى قبل الدقيقة 5، حلوة ملعوبة منقولة أحمد خلف في راس الخطيب يحطها محمد شراق بكرة حلوة، كرة حلوة مرسومة، ما في كلام ما في كلام، تتويج. عطنا الإعادة عطنا الإعادة عطنا الإعادة، والله هذه أحد الكرات المرسومة اللي فيها فن فيها فن. عطى إياها مخرجنا علي خضر، عطى، شوف 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 أحمد خلف، خالد خلف، خالد خلف، شوف إلى فراس بعد ما اللعبة، شوف إشراق اللي بداها بالهجمة نهاها بالجول، شوف نطط حطها، هذه حطات مو شوت، هذه حطة حطة صح، وهذه عادة. شوف فراس بعد ما لعبت حلوة من فراس، قال له خذ الكرة، قال له مشكور جول. شوف 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 محمد إشراق، قادسية، صالح الشيخ إلى محمد مبارك، محمد مبارك بينية بينية على طول وملعوبة، لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب. توصل عرضية وتلعب جول، جول من فوزي بشير، جول من فوزي بشير، وهدف حلو، هدف حلو، خطفها خطفه بالراس بزاوية صعبة على حارس المرمى يزم ثويني. إذن 1-1. هذا جمهور القادسية أيضا مثل ما كان الجمهور العربي فرح في هدفه. الآن نفس الخمس دقائق في الشوط الأول، خمس دقائق في الشوط الثاني، تعادلوا بالدقائق وبالأهداف، وهذه أيضا في الإعادة، فهذه في الإعادة. صالح الشيخ كرة أمامية، فوزي بشير يلعبها بصعوبة، وصل إلى فوزي بشير صاحب هدف التعادل إلى كيتا، فاول، فاول القادسية. إذن ملعوبة إلى صالح الشيخ، بدأ الآن صالح الشيخ يلعب كرة أمامية سريعة على طول إلى خلف السلامة، إلى تلعب إلى بدر، بدر مطوع هو الجول، الله القادسية في الدقيقة 7 بعد دقيقتين يضيف الهدف الثاني القادسية، تصبح النتيجة 2-1. نقلتين حلوين مثل ما نقل في الدقيقة الخمس دقائق العربي في هدف الأول من كرة مرسومة، هذه أيضا كرة مرسومة للقادسية، كرة من فوزي بشير وخلف السلامة أيضا. شوف 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 فوزي، شوف نقلها إلى بدر مطوع وحطها حط مثل ما حطها شراق، شوف. إذن بدر مطوع في الدقيقة 7، في الدقيقة 7 يضيف، شوف 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 شوف، أنا رايح على أساس لا يريد التعادل القادسية، يريد اللحاق أيضا بالسالمية اللي تصدر بعد فوزها على الكويت 1-0 اليوم، بعد ما كان الكويت هو المتصدر ب 13 نقطة، فاز السالمية صاحب تقريبا ال 12 نقطة بفوزه اليوم، أصبح رصيده 15 نقطة، وكرة ملعوبة جول، كرة سريعة وجول ثالث، ومحمد مبارك بدر المطوع يقول له تفضل، محمد مبارك الهدف الثالث للقادسية. القادسية الشوط الثاني خلاص، يعني بالفعل عمل مباراة لحد الآن ال 25 دقيقة، يعني القادسية قلب المباراة. شوف 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 فوزي بشير، شوف فوزي بشير يلعبها إلى بدر مطوع، بدر إلى محمد مبارك وحطها على طول، الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 24، في الدقيقة 24. إذن القادسية حبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم، قدا بإذن الله تعالى هناك أهداف متنوعة في حقب مختلفة، نتمنى إن شاء الله التوفيق، وأتمنى لكم أيضا المتابعة البرنامج، نشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله يوم ودوم، مع السلامة.
محبوب جمعة يسجل هدف الكويت الأول بضربة الله الله يا مروي الله يا مروي بيلعبها في عرض الملعب ناحية داود وتهي الحال صالح خطر جول بشار الجول الله يا سلمان الشباب وكرة من فراج عطيه